ورشة العمل التدريبية للمرأة الريفية التي تقيمها وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع نقابة صيادلة سوريا وجامعة الأندلس للعلوم الطبية، وتستمر الورشة لمدة 4 أيام. هي تستهدف المجتمع المحلي في هذه المنطقة، سواء في منطقة القدموز أو الشيخ بدر أو مصياف، وهي تستهدف الشريحة التي تستحق منا كل تقدير والإجلال، وهم ذوي الشهداء من قدموا دماءهم لهذا الوطن. من خلال إدراك وزارة الإدارة المحلية والبيئة أن المسؤول عن القضايا البيئية من خلال تواجده في أي تجمع سكاني، سواء كان في مخيم بيئي أو مدرسي أو أي حي، يستطيع أن يجعل الناس يتقبلون ومن ثم ينفذون المسائل البيئية برضا كامل وقناعة تامة، من خلال بعض المعطيات البسيطة التي يتم إعطائهم إياها، والتي على أساسها يتم خلق مواقف إيجابية حيال تلك المسائل البيئية. ورشة العمل تستهدف 115 أسرة شهيد وجريح من أبطال الجيش العربي السوري، لتصبح هذه الأسر قادرة على زراعة جميع النباتات الطبية المنتشرة في المنطقة والاستفادة منها في تشكيل مصدر دخل. الهدف من هذه من مشاركة جامعة الأندلس في هذه الورشة هو تكريم ذوي الشهداء، بالإضافة إلى ذلك هو نشر ثقافة وأيضا وعي حول موضوع استثمار واستخدام النباتات الطبية، إيمانا منا بأن هذه الأسر تستحق منا كل تكريم وكل عطاء، لأن شهدائنا العظام رووا هذه الأرض بدمائهم الطاهرة فأنبتت هذه الزهور والرياحين. ورشة العمل هي تتضمن عبارة عن كيفية الاستفادة طبعا من النباتات الطبية، كيفية استثمارها، كيفية عمليات الجمع مثلا النباتات الطبية، بالإضافة إلى ذلك كيف نحن ممكن نستفيد منها من حول عبارة عن عقاقير ونباتات طبية. دعونا على العمل هذا حتى إنه يعني نتعلم ونعلم أولادنا وشو فائدة مثلا هالنباتات، شو في عنا مثلا بالقرية نباتات انه نستفاد منها. ان شاء الله بنستفيد من هالورشة، والشكر الكبير للي مهتمين بأسر الشهداء. اكيد شكرا كثير لهم مشان نتعرف على النباتات الطبية وطرق الاستفادة منها، ونحن بموقع يعني كثير في نباتات طبية ولازم لفتة حلوة منهم لأسر الشهداء، متشكرون عليها. كثير مبسوطين بهالورشة العمل والتعارف، وشكرا لكم كثير كثير. الورشة تقام تكريما لذوي الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري الأبطال الذين قدموا أغلى ما يملكون فداء للوطن، فكانوا مشاعل النور على طريق النصر.